بالنسبه للمعارض ك هنا في كيتعرف بنادم على هذا المنتوج، لان ما كاينش فين نروجوا، فين كاين فين عادي نروجوا، ولا حتى في المحل ديال يلاه اللي معروف كيشدي عندك شي منتوج صافي. بالنسبه للكارت فيزيت وداك الشيء صافي، ما زعما الا ما كان هاد المعارض ما كاين والو. المورينكا هي نبته من الهند، وجابوها وزرعوها، داروها في الصزك، زرعينها حاليا في الصزك. بالنسبه لي زرعه بنادم كانت العمق ديالها تقريبا شي 2 متر باش كتزرع، ولا 3 متر، وكتبغي الماء حلو، وكتبغي البلاصه تكون فيها الحراره. كاين الى عندهم فين هي كانت تعاونيات وسمو عندهم فين يسروا امورهم، فهمتي؟ ما يبقاش جالسين غير في الدار هكا وصافي. المهم كاين بحال التعاونيات راه داعميننا بشحال من حاجه، بالنسبه للكسكس، بالنسبه للزيت ارغان، بالنسبه للزيت كناري، بالنسبه لشحال من حاجه راه اللهم لك الحمد. بالنسبه لي انا ارمله، عندي جوج وليدات، هاد الله يكثر الخير هاد التعاونيات، زعما الله يجازيهم بالخير، يعني المعيشه ديالي وكل شيء من هاد التعاونيات، الله يجازيهم بالخير، هادشي تنقول. وما كنصح العيالات يديروا حتى هما تعاونيات وبيناتهم باش ما يبقاوش غير جالسين. كاين الخياطه، كاين الطرز، كاين هادشي ديال الكسكس، كاين الزيوت، كاين عطى الله ما يديروا. الاولى الخياطه العصريه، كنخيطوا على حسب الموديل، موديل تقليدي عصري على حسب، يعني كنخدموا على الموديلات الجداد، كل مره كندير شي حاجه جديده. ومعايا البنات كيخيطوا معايا وكل واحد، يعني الحمد لله غادي كنطورو في الخياطه. في اللو كانت عندي غير ماكينه، جوج ماكينات سوجي وخياطه سامبل، ومن بعد هذا دفعت للتعاونيه وشدينا الدعم، ومن تما بداو كيخدموا معايا البنات صافي. ودي الله بديت مؤخرا كنشارك في معارض على حسب كل مره، واش مرة كيكونوا معايا 4 مرة 5 على حسب الخدمه، على حسب الكومود اللي عندنا مثلا، على حسب الكليان، على حسب الخدمه. بحال في الصيف كنخدموا بالاكثريه. بالنسبه لاي مره مثلا جالسه في الدار بحال كان، بالنسبه للمهنه ديال الخياطه هي مزيانه، يعني كتبقى تبتكر فيها وكتشتغل فيها، يعني بحال كتشغلها وقت كتعمرها وقتها. مهرجان ظلال الارغان الدولي اليوم نفتتح الدوره السادسه منه، وهذه السنه اخترنا له شعار المعارف والمهارات التقليدية المرتبطة بالساكنة وبالشجر أرغان، باعتبارها تراث إنساني وإمكان أو إمكانات للتنمية المستدامة. هذا المهرجان يعني طيلة السنوات الماضية كان يتطلع لتحقيق مجموعة من الأهداف، من بين الأهداف الأساسية هو التعريف يعني بالتعاونيات والجمعيات الفلاحية العاملة بالمنطقة وخصوصا في مجال أرغان، والاهتمام بالعاملات والعاملين في قطاع أرغان. وطبعا النساء هي من الفئة التي ركزنا عليها طيلة الدورات السابقة من خلال يعني برمجة مجموعة من الأنشطة التي تهم هذه الفئة، لأنه النساء في هذه المنطقة يعد يعني من أهم يعني أهم فئة وأهم مورد يعني يشتغل في قطاع أرغان. هذه الدورة طبعا خصصت ضمن فعاليتها معرضا جهويا لأرغان والمنتوجات المجالية، يحتضن هاد السنة تقريبا أزيد من 35 عارضة وعارض، أغلبهم من النساء اللواتي تشتغل في إطار جمعيات وفي إطار تعاونيات خصوصا في مجال أرغان، وكذا في المنتوجات المجالية الكسكس ويعني منتوجات أخرى، مواد عطرية مثلا، منتوجات ممكن اعتبارها داخلة في الصناعة التقليدية كالخياطة إلى آخره. يعني تركيزنا على النساء هذا
ينبع من هدف أساسي وضعه المهرجان تقريبا منذ سنته الأولى في سنة 2016، منذ دورته الأولى سنة 2016، وما زال المهرجان يتطلع للاهتمام بهذه الفئة خصوصا من النساء، بحكم أنهم كما قلت في البداية هن الأكثر اشتغالا في قطاع ديال الأرغان بالمنطقة.